في الشغف حياة، هكذا يقولون، وذروة الرواية الشغف. شغف، برنامج يسلط الضوء على شباب حلوا لغز السعادة والنجاح، لشباب أدركوا شغفهم، استعدوا لالتقاط الفرص والمبادرة، عملوا عليها وثابروا لأجلها. برنامج شغف كل يوم أحد الساعة 5 مساءً، ويعاد الاثنين والأربعاء مع أحمد عياش. هذا البرنامج برعاية الجامعة العربية الأمريكية، نمزج تاريخاً عريقاً وعلماً حديثاً وقيماً راسخة لنصنع مستقبلاً مشرقاً. أعزائي المستمعين والمشاهدين والمتابعين، يسعد مساكم من جديد في هذه التغطية المستمرة في الحرب على غزة، غزة الأمل وغزة الحب. يسعد مساكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج شغف. ومعكم على الموعد كل يوم أحد الساعة 3 مساء ضمن التغطية الإعلامية في برنامج شغف. والعنوان والبوصلة دائما غزة. غزة الصامدة، غزة الأمل، غزة الوجع. رحم الله الشهداء الذين ارتقوا في غزة وفي الضفة الغربية، والشفاء التام للجرحى، وأعان الله أهلنا في قطاع غزة. والتحية للصامدين للمقاومين في قطاع غزة، والأخبار تتوالى وتحديدا من شمال قطاع غزة ومن محيط مخيم جباليا. لا زالت المقاومة تستند إلى صمود شعبنا في قطاع غزة الحبيب، ولا زالت تدك الآليات العسكرية وحشود جنود الاحتلال في محيط جباليا ومخيم جباليا. وأيضا المشاهد تأتينا من مخيمات اللجوء ومدارس الإيواء للنازحين في جنوب قطاع غزة، وتحديدا من منطقة خان يونس التي أصبحت الحياة فيها صعبة جدا وتوفير لقمة العيش أصعب. وكان هذا سريعا بنظرة على ما يحدث في قطاع غزة، وتحياتنا كل الزملاء اللي راح يتابعونا خلال ساعة من الزمن في هذه الحلقة من برنامج شغف برعاية الجامعة العربية الأمريكية. اسمحوا لي أمسي على الشباب اللي معنا، يعطيكم الف عافية يا شباب. محمود معطان في الهندسة الإذاعية، وخالد نجاص في الإخراج، ورشا حسونة في الإعداد. والصحيح رغم المشاهد التي نراها بشكل لحظي وليس يومي فقط من كم الشهداء والجرحى، استهداف المدنيين والأطفال والحالات الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، إلا أن في الجهة المقابلة هناك مشاهد للمقاومة الفلسطينية لا زالت تتحكم في الميدان. وفي خبر عاجل الآن، تجدد القصف المدفعي المكثف باتجاه الأحياء الشرقية لمدينة غزة.
وغدا الاثنين 11/12 هو يوم إضراب عام، إضراب شامل يعم كافة المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، تضامنا مع أهلنا في قطاع غزة ورفضا لقرارات الفيتو الأمريكية. ما هو إلا دليل على مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الهجوم وهذه الحرب، وهي جزء من هذه حرب الإبادة. والدعوة غدا ليس فقط للإضراب، الدعوة غدا للخروج إلى مراكز المدن في الضفة الغربية، وغدا في رام الله تحديدا الساعة 12 رح يكون في تجمع على دوال منارة رفضا للحرب على قطاع غزة وتضامنا مع أهلنا هناك، ويعني لرفع الصوت حالة العجز اللي بنعيشها اليوم. بكرة بدنا نكسر حالة العجز ونطلع، الكل يطلع. دعوة للخروج إلى مراكز المدن لقول صوت الحق والوقفة الحقيقية مع أهلنا في قطاع غزة. اليوم رح نحكي عن قوافل المعونات والمساعدة التي تأتينا من جمهورية مصر العربية الشقيقة، مصر البهية، مصر اللي كل يوم وأهل مصر بعلمونا دروس في مساندة أهلنا في قطاع غزة، مصر اللي أهلنا في مصر عمرهم ما كانوا إلا داعمين للقضية الفلسطينية، شباب مصر اللي دائما بنفخر فيهم، مصر أكتوبر قبل أن يكون أكتوبر. ومن مصر حيكون معنا كمان شوي عبر الخط الهاتفي المهندس عبد الرحمن حبت، وهو مسؤول محفظة الاحتياجات الأساسية بمؤسسة صناع الحياة، وهي إحدى المؤسسات التي تعمل على جمع التبرعات لإغاثة أهلنا في قطاع غزة وتوصيلها عبر معبر رفح البري. وحقيقة هي من أولى المبادرات التي بدأت عملها بدعم أهلنا في قطاع غزة، كانت مبادرة مسافة السكة اللي انطلقت من معظم المحافظات المصرية بتسيير قوافل للدعم باتجاه معبر رفح البري. والمهندس عبد الرحمن حبت صار موجود معنا على الخط الهاتفي. الو، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا بك يا استاذ احمد. باشمهندس يسعد مساك، واهلا وسهلا فيك على شبكه وطن الاعلاميه، وتحياتنا لكل اهلنا وشباب مصر الحبيب. اهلا وسهلا بك، والله اهلا وسهلا بك، وتحياتنا برضو لاهلنا في فلسطين العزيزه. يعني احنا سعيدين جدا بوجودك اليوم معنا على عبر شبكه وطن الاعلاميه، هذا المنبر الوطني الحر، ويعني ونحن متابعين لما حدث ويحدث في قطاع غزه وهذه التغطيه الاعلاميه. ومنذ بدايه الحرب استاذ عبد الرحمن، كان هناك من بدايات واولى خلينا نحكي المبادرات الداعمة والمساندة لأهلنا في قطاع غزة، كانت مبادرات مصرية، وهذا قلنا عنه في بداية الحرب من نتائج 7 أكتوبر، عودة القضية الفلسطينية لعمق العربي، وكان أول عمق تعود إليه هو الحضن المصري. يعني ده كلام طبعا ما بفغوش أصلا أي مجال للنقاش. يعني هي فلسطين هي يعني زي ما نقول أصل العروبة، والمبادرات المصرية ده مش تفضل، ده واجب، وواجب الأخوة وواجب العروبة وواجب يعني لأشقائنا اللي هم بنعتبرهم إحنا. يعني فالحمد لله، يعني هو من أول ما بدأت الأزمة وإحنا كنا جاهزين ومستعدين ومنطلقين
ان احنا نكون واقفين جنب اخواتنا في غزه واخواتنا في فلسطين بشكل سريع جدا، لدرجه ان الشعار الخاص بينا كان مسافه السكه لاهلنا في فلسطين، لان احنا فعليا كنا كشعب وكمؤسسات وحتى كقطاع حكومي وحكومه كنا كلنا بننطلق بشكل سريع جدا عشان نكون بنغطي الاحتياج ونكون في ظهر اهل غزه في الوقت المناسب والوقت السريع. نعم. وده الحمد لله من اول يوم حتى هذه اللحظه. نعم. يعني باشمهندس عبد الرحمن، لو نحكي شوي عن مؤسسه صناع الحياه، تعرفنا شوي عن هذه المؤسسه. طيب، يعني هو مؤسسه صناع الحياه هي مؤسسه تنمويه بتهتم بالعمل التنموي والعمل الخيري في مصر، هنا موجودة في 26 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، وهي بتتبع التحالف الوطني للعمل الأهلي. هو التحالف الوطني هو يعني كيان وطني بيجمع تحته أو تحت لواءه المؤسسات التنموية والخيرية الكبرى، وبيساعد على توحيد الجهود، وهو يمكن أغلب القوافل أو القوافل الثلاثة اللي طلعت حتى الآن لصناع الحياة هي كانت من خلال الكيان الأكبر اللي هو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. صناع الحياة كان يعني هي دورها دور داخل مصر، هو دور تنموي بيعمل على تمكين الأسر الأكثر فقرا وتمكين الشباب وتوفير مبادرات للشباب وتوفير مبادرات للأسر الأكثر فقرا وتوفير الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية للمحتاجين. ولكن كمان الحمد لله لما كان في احتياج إغاثي واحتياج عاجل للخروج برا مصر، كنا من أوائل الناس اللي موجودة عشان نكون بنوفر القوافل المساعدات اللي هي وصلت لأهل غزة، واللي الحمد لله يعني قدرنا حتى هذه اللحظة إن احنا ندخل ما يقرب من 84 شاحنة، ما يقرب من 15,000 طن مساعدات يعني متنوعة ما بين أدوية وغذاء ومية وملابس وبطاطين وخلافه يعني. فالحمد لله يعني هي صناع الحياة سواء في مصر هنا بقى لها يعني ما يقرب من 10 سنوات كمؤسسة منطلقة في كل المجالات وفي كل الاتجاهات يعني. يعني ما يميز عمل مسافة السكة أو مبادرة مسافة السكة هي كانت باستجابة سريعة، يمكن كانت في بدايات أول أيام الحرب على قطاع غزة، وكان ملفت للانتباه هو التجمع الشباب المصري على معبر رفح البري من الجهة المصرية، وكان الشباب المصري متواجد بشكل دائم تقريبا 24 على 24 ساعة هناك دعما لأهلنا في قطاع غزة، ويعني في محاولة إدخال هذه المعونات. لو سريعا مسافة السكة، كيف بدأت هذه المبادرة وبشكل سريع يعني تشكلت وبدأت نتائجها خلال فترة قصيرة من بداية الحرب؟ يعني والله هو الموضوع ده أنا دايما بحس كده بالسعادة لما بتكلم فيه، لأن هي موضوع بيوضح قد إيه كان يعني الشعب المصري حريص جدا 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 إن هو يكون بيعمل أي حاجة في الوقت المناسب. إحنا تقريبا كنا يوم خميس بعد بداية الحرب، وكنا في نقاش إن إحنا في قافلة عاوزينها تطلع، والقافلة دي هتطلع من مصر، فهل احنا مستعدين ولا مش مستعدين؟ فقعدنا يوم الخميس، كان الكلام ده عصرا، اتناقشنا سريعا، خدنا القرار. احنا خدنا القرار كمؤسسه، المؤسسه الثانيه برضه كان في قرارات كل مؤسسه. الجمعه صباحا كان في اكثر من 150 متطوع في صناع الحياه تحديدا، بالاضافه الى مئات المتطوعين الاخرين، موجودين في مكان بيجهزوا ما يقرب من 5,000 كرتونه مساعدات غذائيه. يوم الجمعة بالليل كان المتطوعين دول بينتقلوا لمؤسسة تانية عشان يساهموا ويساعدوا في تجهيز المساعدات الأخرى. يوم السبت الساعة 1 الظهر كنا منطلقين من القاهرة رايحين على معبر رفح. نعم. في رحلة يعني كانت طويلة جدا، وصلنا العريش الأول، وبعد كده قعدنا في العريش ليلة، وبعد كده قعدنا في العريش كذا ليلة، وبعد كده انتقلنا من العريش بالشاحنات إلى
معبر رفح. احنا لدرجة ان احنا كمتطوعين كنا طالعين مع الشاحنات كنا متخيلين، كنا 15 واحد، فاحنا متخيلين ان هي احنا هنروح يوم ونرجع، فمش جاهزين بقى بملابس او بادوات او كده. رحنا هناك ولقينا ان احنا واجبنا الاساسي والحتمي ان احنا مش هنمشي الا لما نتاكد من ان المساعدات دي دخلت وبدات ان هي تكون فعلا بتفرج قليل من الازمه اللي موجوده. قعدنا هناك تقريبا 9 ليالي، 9 ليالي قاعدين موجودين عند المعبر احنا ومؤسسات اخرى وشباب متطوعين من كل المحافظات، لحد ما الحمد لله بدا دخول الشاحنات وبدات العمليه تمشي، وتلا ذلك بقى القوافل الاغاثيه الاخرى الثانيه والثالثه والرابعه واللي شغاله حتى هذه اللحظه. فحقيقه هو كان تكسير مسافه السكه ان احنا في اقل من 48 ساعه كانت في مئات الشاحنات موجوده على الطريق مكونه من كل انواع المساعدات منطلقه في تلبيه سريعه جدا 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 لنداء ونداء الازمه ونداء الأخوة الخاصة يعني بأهلنا في غزة. نعم، يعني باشمهندس، يعني يمكن في هذا السياق أنا أسمح لي أوجه كمان تحية لأصدقائي من مصر، الدكتور أحمد القرني والسيد خالد عرفة، أصدقائي اللي كانوا أولاً بأول بيبعتوا لي يعني فعاليات مسافة السكة. صراحة إضافة للعمل الإنساني والإغاثي، وقفة الشباب المصري على معبر رفح وتصريحاتهم خاصة للإعلام الغربي اللي كان موجود بتكذيب الرواية الإسرائيلية الغربية في موضوع ما يتعلق بالمقاومة، كمان كان لهم دور يعني جدا رائع في هذا الموضوع وفضح يعني الرواية الاحتلالية في دعشنة المقاومة ودعشنة القضية الفلسطينية. يعني هقول لحضرتك حاجه، هو طبعا يعني احنا وجودنا اصلا كان على المعبر، وجودنا كان على المعبر كان ليه اهداف كثيره، تمام، يمكن اهمها على الاطلاق كان التاكيد على ان المساعدات الإنسانية والمساعدات الإغاثية هي حق أصيل ما ينفعش إن احنا نتكلم فيه، ما ينفعش إن أنت تعطله، ما ينفعش إن أنت تأخره، ما ينفعش مهما كانت أي دوافع وأي أسباب. ولكن مع وجود ده كان في بعض المؤثرين من الشباب المصري وبعض الكيانات اللي هي كمان بتحاول توصل رسائل أخرى في وجود الأمين العام للأمم المتحدة وفي وجود الجهات الأجنبية اللي كانت جاية تغطي الحدث، إن 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 هذه الصورة المغلوطة اللي عمالة بتنتشر وتتوسع هي صورة غير صحيحة، وأن الشعب الفلسطيني هو بيحافظ على حقوقه، والشعب أهل غزة هم قاعدين في وطنهم وقاعدين في مكانهم. فبالتالي الحمد لله كان في تكامل كبير جدا ما بين دورنا إحنا كمؤسسات إغاثية ومؤسسات إنسانية في ان احنا نوصل رساله ان احنا جايين هنا ومش هنمشي غير لما تدخل هذه المساعدات. نعم. وتدخل هذه الاغاثه. نعم. وكان في شباب تاني ويعني اشخاص اخرين دورهم ان هم يوضحوا ان خلي بالكم ان في صوره مغلوطه يا مجتمع غربي، انتم محتاجين تفهموها وتعدل ليكم عن ما يصل ليكم عن طبيعه الحرب وطبيعه يعني الأحسن. وهذا الدور التكاملي باشمهندس، يعني هلأ بنشاهد هذه الفيديوهات حول إدخال المعونات عبر صناع الحياة اللي دخلت على معبر رفح، وكما ذكرت أنت سابقا 84 شاحنة على تقريبا 4 دفعات أو 5 دفعات دخلت عبر معبر رفح. بس في معنا فيديو، نشوف الفيديو، يعني أنت راح تكون معنا على السمع في هذا الفيديو باشمهندس وبنكمل حديثنا. تمام. احنا
احنا ده اليوم الثاني شغالين مع اكتر من 250 متطوع لليوم الثاني على التوالي عشان نجهز اكتر من 6 شاحنات غذاء هيتوجهوا الى اهلنا في غزه ضمن القافله الثانيه الخاصه بصناع الحياه والتحالف الوطني للعمل الاهلي. الشباب شغالين من 9 صباحا. خلية نحل شغالة من أكثر من 250 متطوع، كل واحد هنا ليه دور وكل واحد بيعمل حاجة محددة وواضحة. البداية بتبدأ من المواد الخام اللي انتم شايفينها ورا، سواء مية، تمر، حلاوة، فول، مكرونة، دقيق. بيبدأ المتطوعين في مجموعة الدعم اللي هي بتجيب المواد دي تغذي بيها كل خطوط التعبئة والتغليف. نبدأ بأول خط الإنتاج، بيبقى في حد واقف مهمته هي إن هو يقفل الكراتين باللزق العريض، حط فيها الأول أول مكون المية، بعد كده بتعدي على المكون الثاني الفول، حط 6 علب فول، كيلو جبنة، ثم بنبدأ نخش على مرحلة تانية، بنحط 2 تونة، 1 بيف، 1 تمر، 1 حلاوة، 2 كيلو دقيق، كيلو سكر، لحد ما بنوصل للمرحلة الأخيرة هي مرحلة تقفيل الكرتونة وتجهيزها عشان تبقى جاهزة على الشحن. المرحلة الأخيرة هنا إن الكراتين بتتحط على البالتات، بيتم لفها بالاسترتش أو بيتعمل لها عملية الشكنكة وبتبقى جاهزة على التحميل. دي عربية أو دي بالتة بيتم تحميلها وتخزينها جوه في آخر المخزن عشان تبقى جاهزة بشكل نهائي إنها تتحمل على الشاحنات وتطلع إلى على طول على العريش ثم معبر رفح. وعودة معكم أعزائي المستمعين المشاهدين في هذه التغطية الإعلامية ضمن برنامج شغف، واليوم يعني ضيوفنا الأعزاء من مصر الحبيبة ومؤسسة صناع الحياة البشمهندس عبد الرحمن حبت. وبشمهندس يعني الصراحة في الفيديو اللي شاهدناه وهو صور أعتقد في 31 أكتوبر وبنشاهد أطفال وشباب كله يتعاون في التحضير للشاحنات وتحميل الشاحنات. في سؤال بيراودنا دائما انه كم مشاركة الناس العاديين كنا نحكي في مصر في مثل هذه جمع التبرعات، بمعنى ان حالة التضامن المجتمعي داخل مصر قديش بتشوفها مناسبة وكبيرة، وهل هي بحاجة لدعم اكثر او لترويج اكثر؟ يعني والله انا يعني انا وانا بسمع معاك الفيديو ده بتذكر كل الايام اللي هي الماضيه، وبتذكر الحاله اللي كان احنا كنا فيها وما زلنا فيها. عندي تعليق على الفيديو عاوز اقوله سريعا. حضرتك عارف ان دول كلهم متطوعين، يعني دول كلهم شباب جاي من اكتر من 15 محافظه، كانوا شغالين معانا على مدار عده ايام، بيجوا يوميا من الساعة يعني بيتحركوا من محافظاتهم اللي هي بتبعد عن القاهرة، احنا التعبئة بتتم في القاهرة، ففي محافظات بتبعد عن القاهرة تقريبا أقل حاجة 3 ساعات مثلا، وبيقعدوا يعني بيتحركوا من بيوتهم الساعة مثلا 6 صباحا، بيوصلوا عندنا 9، بيفضلوا شغالين من 9 صباحا لحد الساعة 7 مساء، وبعد كده يروحوا بيوتهم تاني 10 مساء. بنات وأطفال ورجال وسيدات وشباب، تمام، بدون ما تقاضوا اي اجر، هم جايين لهذا العمل فقط لوجه الله، وان هم عاوزين يساعدوا اخواتهم في غزه واخواتهم في هذه الازمه. احنا عندنا ناس لما بتيجي تخش تشوف هذا المنظر بتستعجب، يعني ايه اللي يجيب الناس دي تعمل ده كده؟ هم عشان عندهم حاجه بتحركهم، هم عندهم احساس بالازمه واحساس بالقضيه اللي هناك. نعم. وعارفين ان هو ده احنا مش هنقدر نعمل غير ده، فهو ده اللي احنا هنعمله، ولذلك هم كانوا بيعملوه بحب وبقلب. وهو مش ده بس، هو المجتمع المصري كله كده. يعني انا عاوز اقول لحضرتك ان احنا يعني عاوز اقول لك كم الاطفال الصغار، اطفال صغيره. نعم، كان هذا واضح في الفيديو يا باشمهندس. يعني واذا بتسمح لي باشمهندس، يعني في هذا السياق انا اتوجه بالشكر باسمنا وباسم شبكة التواصل الإعلامية وباسم الشعب الفلسطيني، إنه نشكر كل المتطوعين والمتطوعات في مؤسسة صناع الحياة، وخصوصا الأطفال اللي شفناهم بهذا الفيديو،
ويعني كما تفضلت هو جزء من امتداد القضية الفلسطينية وشعورهم بالانتماء لهذه القضية الفلسطينية. فعن جد يعني شكرا لكل متطوع متطوعة، وشكرا لصناع الحياة في هذا الموضوع. ربنا يكرمكم يا رب. يعني بس يعني أنا عاوز أقول إن إحنا ده أقل القليل، يعني إحنا الشباب لو هي يعني أنا عاوز أقول كمان إن إحنا دول شباب صناع الحياة، لكن بقية الشباب المصري والمجتمع المصري اللي إحنا بمجرد ما بنقول إن في تعبئة بنلاقي مئات الرسائل وألاف الرسائل، أنتوا فين؟ إحنا عاوزين نيجي نساعد، عاوزين نعمل أي حاجة، طب نيجي معاكم عند المعبر، طب نيجي نشيل، طب نيجي ننزل. لدرجة إن إحنا يعني في مرة أنا كنت في مكان التعبئة ده، دخل عليا 6 أو 7 من العمال، عمال بساط جدا جدا جدا، فبيقولوا لي مين المسؤول؟ قلت لهم أنا المسؤول، اتفضلوا. قالوا لي إحنا عايزين نعمل حاجة. قلت لهم تعملوا إيه؟ قالوا لي إحنا عايزين نساعد معكم بأي حاجة، إحنا بنشوف اللي بيحصل كل يوم على التلفزيون وإحنا مش قادرين نعمل حاجة، فإحنا عايزين نساعد معكم، قولوا لنا نعمل إيه؟ الشباب دول فضلوا شغالين معانا تقريبا أكتر من 12 ساعة شغل متواصل في شيل وحط وتعبئة وفي الآخر خالص يعني في الآخر خالص قالوا لنا طب معلش هو ده اللي نقدر عليه، وراح كل واحد مطلع من جيبه مبلغ وراحوا مدين، قال لنا دول خدوهم احنا عاوزين نديهم نبعت بيهم تبرعات هناك. كم رسائل اللي بتجي لنا كل يوم، احنا عندنا ملابس عاوزين نجيبها، طب عندنا ادويه، طب هم محتاجين ايه؟ كم الرسائل اللي بتنتشر على السوشيال ميديا بمجرد ما بتوصل مثلا استغاثه، يا جماعه الناس هناك ما عندهاش مثلا ملح، الناس هناك محتاجه ملابس، بنلاقي كميه رسائل من كل حته بتوصل لنا ان احنا عاوزين نساعد معاكم، طب نعمل ايه؟ طب نبعت ايه؟ طب نجيب ازاي؟ نعم. في هذا الموضوع باشمهندس، في هذا الموضوع موضوع جمع التبرعات ودخول صناع الحياه الى كل بيت مصري، وكان هذا واحده من ميزات جمع التبرعات التي قمتم بها خلال الفتره الماضيه، كيف وصلتم لكل بيت مصري؟ يعني الحمد لله، يعني احنا وصلنا اولا بمشاركه الناس باللي بيحصل اول باول، ان احنا اول باول بنقول لهم احنا بنعمل ايه، بدايه من الشراء، التعبئه والتغليف، الوصول للمعبر، مشاركه كل الاحداث اللي بتحصل عند المعبر، دخول الشاحنات. فالحمد لله اكتسبنا جزء كبير جدا اللي هي بتتميز بها صناع الحياه، المصداقيه والمتطوعين. المتطوعين احنا عندنا متطوعين، عندنا اكثر من 20,000 متطوع على مستوى مصر في كل المحافظات، فال 20,000 دول هم موجودين اصلا في كل البيوت وكل المجتمعات الصغيره والكبيره، فبالتالي الناس بتشوف بنفسها ده ابني اهو اللي هو معايا قاعد في البيت، هو اللي بياخد الفلوس، هو اللي بيروح يعبي، هو اللي بياخد الحاجه يوصلها هناك، فبالتالي الناس بتبدا تلحق، بتشوف الحمد لله ان الامانه او التبرع اللي هم بيعملوه بيروح في مكانه السليم. بنتابع بعد كده بالاخبار، بنتابع بالصور، بنتابع بالفيديوهات اللي بتوصلنا من اهل غزه هناك ان الحاجه الحمد لله وصلت. كان في شاب طفل فتاه مصريه كتبت رساله لأهالي غزة وحطتها في كرتونة وانتشرت الصورة دي الفترة اللي فاتت، يعني فبنت هناك في غزة جات لها رسالة جوه الكرتونة فصورتها ونزلتها. قد إيه ده بيخلي إن الحمد لله إن في مصداقية وإن إحنا الحمد طبعًا لله طبعًا بنوصل الحاجة وإن إحنا يعني بنبعت الحاجة. وهذا التواصل الإنساني باشمهندس يعني جدا مهم، ويعني قد يضاهي موضوع حتى المعونات، لأنه الضغط النفسي الكبير الذي يعيش سكان قطاع غزة اليوم يعني فاق كل التوقعات. ما هي مخططاتكم للمرحلة القادمة باشمهندس؟ يعني وبتعرف اليوم غزة يعني بعد الهدنة دخلت مرحلة جديدة من العدوان في منطقة وسط قطاع غزة والامتداد نحو الجنوب، يعني حتى في معظم النازحين من الشمال اليوم نزحوا مرة أخرى إلى جنوب الجنوب، وزادت تفاقمت الأمور والحياة المعيشية في قطاع غزة، وأصبحت الحاجة ماسة جدا للموضوع الغذاء واللباس في ظل وجود البرد ودخول فصل الشتاء بشدة على قطاع غزة. يعني احنا مكملين، احنا واخدين قرار من أول يوم ان احنا طول ما الأزمة دي مكملة احنا مكملين ان شاء الله بنفس الطاقة وبنفس القوة وبنفس
يعني الجهد اللي احنا بدأنا بيه، مكملين طبقا للاحتياجات اللي بتوصلنا كل يوم، واللي هي احنا بنحاول نغير بناء على اساسها. النهارده في شتاء، فيلا يا جماعه احنا هنبدا نجمع ملابس، وهنجمع بطاطين، وهنجمع الحفه، وهنجمع خيام. النهارده الهدنه فتحت، طب هنبعت دقيق، وهنبعت حاجات، عشان النهارده بقى في وقود او في غاز، فبدل ما كنا بنبعت معلبات ممكن نبعت حاجات تبقى صالحه للطبخ. فالحمد لله احنا بنحاول نشوف كل يوم الوضع عامل ازاي، وبناء عليه بنبدا نبني خططنا كلها. فاحنا ان شاء الله باذن الله مكملين. احنا بنجهز دلوقتي شاحنات جديده بشكل كبير جدا ان شاء الله، هي برضو عباره عن الحاجات الاساسيه بتاعتنا، الدواء والغذاء والمياه، واضيف ليها طبعا الحاجات بقى الخاصه بالملابس والخاصه بحاجات الشتاء، عشان احنا عارفين ان البرد بدا هناك يعني يكبر. وانا هنا يعني بهذه المناسبة أنا حابب أشكر مجموعة كبيرة جدا من التجار، يعني لثقتهم في أحد التجار من أهل غزة. هو بلغنا أن التجار دول عندهم مصانع ملابس وهو بيتعامل معاهم. فسبحان الله، يعني أنا مش عاوز أقول لحضرتك أن احنا طلعنا تقريبا 3 شاحنات عبارة عن ملابس وبطاطين، هي جاية من هؤلاء التجار. كل واحد بيتصل بينا، أيوة احنا عندنا عربية ملابس عاوزين نبعتها، عندنا عربية الحفة عاوزين نبعتها، ويبعتوا ويجي يبعت تاني ويجي يبعت تالت. فإن شاء الله احنا مكملين، يعني خطتنا ان احنا مكملين ومستمرين لحد ما ان شاء الله ربنا يزيح الغمة دي وتزاح الأزمة دي، والشعب الغزي يعني الغزاوي يرجع تاني يقف على رجليه بشكل ان شاء الله. ويعني انا صراحه كنت بدي احكي في بعض الاحتياجات الدوائيه، ولكن في احدى الحملات، واشكرك رشا على هذا التنويه. يعني منذ تقريبا اسبوع بدات تتراوح قصه جديده واحتياج جديد في موضوع الدم، وخاصه لمرضى غسيل الكلى ومرضى الثلاسيميا تحديدا، الذي يحتاج الى نقل الدم كل 3 أسابيع، واصبح يعني التبرع في الدم شحيحا بسبب الاوضاع والجرحى. يعني بنحكي احنا تقريبا وصلنا حوالي 45 الف جريح في قطاع غزه، اضافه الى حوالي 20 الف تقريبا مع المفقودين، 20 الف شهيد. وصناع الحياه بدات هذه المبادره بالتبرع بالدم. السؤال الأول، هل في إمكانية لدخول الدم المتبرع به من خلالكم إلى قطاع غزة؟ طيب، يعني شكرا طبعا للتنويه عن هذا الموضوع المهم جدا. هو يعني حصل حملتين كبار جدا للتبرع بالدم. الحملة الأولى كانت أول ما بدأت الأحداث، صحيح، وخلال هذه الحملة الأولى تم التبرع بعدد كبير جدا من أكياس الدم، والحمد لله يعني عرفنا انها وصلت وتاكدنا من انها وصلت خلال الفتره السابقه لغزه. والحمله الثانيه تمت خلال الاسبوع الماضي ايام الثلاث والاربع والخميس على مستوى محافظات مصر كلها، من خلال شباب صناع الحياه ومن خلال الكيانات الاخرى الموجوده في التحالف الوطني، برضه لتجميع عدد كبير جدا من اكياس الدم اللي هي ان شاء الله تبدا تروح خلال الايام اللي جايه. فاحنا صناع الحياه والتحالف الوطني والكيانات الموجوده في مصر اشتغلت برضو على موضوع التبرع بالدم، لان هي عارفه ان هو موضوع مهم جدا وحساس جدا في هذا الوقت. يعني صراحه كان هذا الموضوع مؤرق في موضوع الدم، وخصوصا يوم امس وزاره الصحه في قطاع غزه ابدت خطوره هذا الموضوع، خاصه بما يتعلق بمرضى الثلاسيميا والهيموفيليا وغسيل الكلى، اللي يعني أصبحت حياتهم على المحك صراحة. وفي مرضى الثلاسيميا فقدنا 4 مرضى خلال الحرب على غزة، 3 منهم بسبب سوء الأوضاع الصحية وليس بسبب القصف المباشر. يعني وهذه التبعات أصبحت فعلا خطيرة. يعني هذا خبر جيد بوجود كميات من الدم يعني ستدخل إلى قطاع غزة إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة، وهذا يعني يعتبر فرج لهؤلاء المرضى وأيضا لعدد كبير من الجرحى. يعني باشمهندس عبد الرحمن حبت، جدا سعيدين بوجودك اليوم معنا، وجدا سعيدين بهذا الامتداد الوطني القومي بين شباب مصر للقضية الفلسطينية ولمساندة أهلنا في قطاع غزة. دائما
مصر أم الكل. اسمح لي أشكرك وأشكر وجودك اليوم معنا باشمهندس. شكرا جزيلا ليك وشكرا جزيلا لكل أهل فلسطين وشكرا جزيلا لكل الناس اللي يعني الصابرة والصامدة في أهلنا في غزة، وإن شاء الله يعني مكملين لحد ما ربنا يعني يأذن بإقصاء هذه الأزمة بإذن الله. إن شاء الله الفرج قريب. وباسمنا مهندس عبد الرحمن حبت تحياتنا لكل المتطوع ومتطوعة في صناع الحياة وفي التحالف الوطني للعالم الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، وتحياتنا لكم، وإن شاء الله بتمر الأزمة على خير وإن شاء الله تبقى مصر أم الدنيا. وطبعا بمصر التي بدأت هذه المبادرات، وكانت هذه واحدة من أهم المبادرات في مصر، مسافة السكة ومن صناع الحياة، ومستمرين إن شاء الله. وطبعا هذا ليس حكرا، ولكن هناك الكثير من المبادرات على مستوى الوطن العربي وتحديدا أيضا في دولة الكويت الشقيقة. وأيضا تبقى غزة هي البوصلة. ومستمرين معكم في هذه التغطية الإعلامية، إلى هنا ننتهي معكم في هذه التغطية خلال ساعة من الزمن مع برنامج شغف ضمن التغطية الإعلامية وبرعاية الجامعة العربية الأمريكية. وابقوا معنا في تكملة هذه التغطية بعد موجز الأخبار مع زملاء في شبكة وطن. كل التحية لزملاء محمود معطان في الهندسة الإذاعية وخالد نجاس في الإخراج وأرشح حسونة في الإعداد. تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، تظلوا بألف خير، انتظرونا وابقوا معنا في هذه التغطية. سلامات. في الشغف حياة، هكذا يقولون، وذروة الرواية الشغف. شغف، برنامج يسلط الضوء على شباب حلوا لغز السعادة والنجاح. لشباب أدركوا شغفهم، استعدوا لالتقاط الفرص والمبادرة، عملوا عليها وثابروا لأجلها. برنامج شغف كل يوم أحد الساعة 5 مساءً، ويعاد الاثنين والأربعاء مع أحمد عياش. هذا البرنامج برعاية الجامعة العربية الأمريكية. نمزج تاريخاً عريقاً وعلماً حديثاً وقيماً راسخة لنصنع مستقبلاً مشرقاً.